في شكل المشاركه في الدورات العالميه للترجي والتي اون تراديسيون برسك عند الفريق. سي فري صحيح بعد النومينياسيون تاع سلاسة السراي على البريزيدون سيكسيون على ولات عندنا لي كومبيتيسيون هذوما ولينا نخرجوا فهمتي في لي تورنوا هذوما و سي تري امبورتون بور ليكيب تاعنا هاندبال فهمني. خرجنا مع قيس عطايه مرتين وثلاثه وتوا قعدوا هذوما ولاو عندنا دي تراديسيون اللي ان شاء الله فهمتي يكملوا على الاقل فهمتي تشوف ان اوتر نيفو تو نشوف في تورنوا باهي برشا فهمني باهي الاسبيرونس باهي ليكيب ناسيونال باهي الهاندبال تونيزيان اون جينيرال فهمتي ان شاء الله نعطيو ايماج باهيه على الاسبيرونس وعلى الهاندبال فهمتي وبوركوا با فهمتي كل عام نخرج دو تروا تورنوا هكا ونتمنى زاد لي زوتر كلوب كيما ليتوال كيما لو كلوب افريكان بور اميليورو لي لو نيفو دو هاندبال تونيزيا فهمتي. حسام دورة غرنوبل سو ويكاند اول حاجة كيفاش تشوفها تابلو دادفيرسير؟ والله نشوفوا باهي احنا حابين نلعبوا مع ليكيب القوية شومبيري ما لعبناهاش ما نعرفوهاش نحتكوا بها جمعية كبيرة جمعية عندها تاريخ نقيس رواحنا بها ونطلعوا في النيفو نتاعنا نحسن النيفو نتاعنا واللي بقدرة الله ان شاء الله من بعد يطلع السوبر كوب دافريكا ان شاء الله. شنو الاوبجيكتيف نتاعكم في التورنوا هذا؟ كما قلت لك نحتكوا بالفرق الاوروبيه هذيا اللي في نيفو عالي باش نطلعوا النيفو نتاعنا باش قدرة الله من هنا للسوبر الافريقي تلقانا النيفو نتاعنا طالع وتلقى اللحمه في الاولاد تلمت اكثر الاولاد طلعوا النيفو نتاعهم باش نوصلوا للعالميه ان شاء الله. المدرب حكى على تحسن في الخط الدفاعي، شوف اش اللي الديفونس يكون بوان فور نتاعنا في تورنوا دو غرونوبل. ان شاء الله ان شاء الله اللي يحب يبني فريق قوي اليوم يلزم يعمل دفاع قوي، وصحيح الديفونس قاعده تحسنت مع المدرب الجديد اللي ينسيست على 6-0 فرنساويه وذاك علاش هو يحب المقابلات هذه مع الفرق الفرنساويه اللي يعرفهم خير منا واللي يعرفهم بالكدا ويعرف النيفو نتاعهم. ان شاء الله نزيدوا ناكدوا الصحوه نتاع الدفاع نتاعنا هذايا وان شاء الله نحسنوا الدفاع وجو مونتي دبال سيدي سورتو. والله التورنوا هذا جا في وقته احنا توا ليكيب هذيا في التريف بدينا نخدموا على رواحنا مع مسيو لاتو الناس كل قاعدين معناتها موتيفي نخدموا جا في وقته علاش خاطر في التريف لازم تعمل دي ماتش معناتها باش تقيم روحك ابارتير من ادفيرسير معناتها ولا سيرتو الادفيرسير باش نلعبوا لهم ايكيبات محترمه ياسر في فرنسا وتورنوا هذا معروف وكما يقولوها ترجي معناتها مش ماشي باش يشارك ماشي معناها باش نربحوا ماشيين باش نربحوا ما يمنعش جدا كان معناتها الله يقدر خسرنا ولا حاجه مش مشكل قاعدين نخدموا لقدام احنا معناتها في البريباراسيون فيزيك نتاعنا تو في البريباراسيون معناتها سيرتو مونتال ولمينا الجروب حاجة باهية تو الاسبيرونس ولينا نخرج لبرا ونسافر ونلعبوا كونتر ديزيكيب اوروبيان معناتها اليشان معناتها في فرنسا تعرف بطولة قوية وكل شيء واحد يقيم روحه الفودير ماشيين باش نربحوا ان شاء الله نربحوا باش معناتها باش الموتيفاسيون تاعنا تزيد تقوى نخدموا على رواحنا تو لازمنا معناتها نلموا بعضنا اكثر وكما قلت لك جا تورنوا في وقته والله كلامك صحيح ديفونسيفمون معناتها تحسننا بالكدا ولا نخدموا معناتها افيك ان برانسيب كيما يقولوها ليكول فرونسيز راهو عندها ديفونس باهيه نتبعوا فيهم وتوا لعبنا دي معناها لي ماتش لي تورنوا بار اكزومبل تاع المنصف الحجار الله يرحمه كل بارتي ما فماش حتى بارتي فات 20 هدف هذا يوري لي الديفونس نتاعنا تحسنت بالكدا و الفو دير زاد موتيفاسيون راه شوف كي يبداو لي جوار كل موتيفي معناتها تحس الديفونس ماشيه ولا تاك ماشيه اي تو سير تو معناتها ديفونس خاطر تو الهاندبال مودرن ديفونس مونتي دبال هذاك اش قاعدين نخدموا ديفونس باهيه 06 ولا 1-5 ولا 3-2-1 قاعدين ننوعوا في الديفونس زاد الفو دير كي تقوى الديفونس الجارديان بيوت يتحسنوا وسيم ماهوش مقصر ان شاء الله مروان كي يرجع زاد يعطي البلوس والاولاد تاع ليكيب ناسيونال.